والعلم زادك دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مرحبا بكم في مدرسة الربانية. هنا مدرسة الربانية، الهدف صناعة الشخصية الربانية المتألهة النساكة بعلم. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الربانيين. وإن كانت من كلمة شكر في صدر الحلقة وأولها، فلتكن لله جل جلاله. تعالوا نشكر الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد وحدك، ولك الشكر وحدك، ومنك الخير وحدك، وإليك يرجع الأمر وحدك، سبحانك وبحمدك. ثم الشكر موصول لسيدنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان لاستضافته لمدرسة الربانية وبثها على قناة الرحمة. ولا أنسى ذلك المشهد الذي دار خلف هذه الكاميرات، كاميرات قناة الرحمة. من وراء هذه الكاميرات رأيت موقفا بين الشيخ الكبير الوالد محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، وصاحب الفضيلة وصاحب هذه الدار فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، لما كانت ليلة تدشين هذه المدرسة، الليلة التي أسعدتكم جميعا لما رأيتم هؤلاء المشايخ. في هذه الليلة التقى الشيخ يعقوب وصافح الشيخ محمد حسان، فجعل الشيخ محمد حسان يقول للشيخ يعقوب: أنا معك، أنا معك، أنا معك. والشيخ يعقوب يجيبه بعينيه ويؤكد عليه بعينيه، والشيخ محمد حسان لا يزيد على أن يقول: أنا معك، أنا معك، أنا معك للآخر، أنا معك على طول. فجزاك الله خيرا يا شيخنا الحبيب. وأقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يعرض دعوته على الحجيج قبل الهجرة، كان يقول: من يؤويني، من يؤويني أبلغ رسالة ربي وله الجنة. بشرك الله بالجنة يا شيخنا الحبيب. ثم كلمة لصاحب هذه المدرسة ومؤسسها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى. ويا ليت شعري ماذا أقول. أقول لك يا سيدي ووالدي الحبيب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، نحسبك والله حسيبك منهم.
قامة ترسي المكارم بسمتها، نور يزهل بالتأديب الناظرة، حر يرق للقرآن وأهله، كم يذكر الله كلما يرى. اللهم اجزه عنا خير الجزاء. ثم الشكر لكم أنتم يا محبي مدرسة الربانية، إلى الذين وقعوا في شباك حب مدرسة الربانية من أول نظرة، إلى الذين فرحوا بهذه الدفقة البيضاء بين يدي العالمين الجليلين، جزاكم الله خيرا، شجعتمونا، سددتمونا. شكرا لدعواتكم وشكرا لتفاعلكم وتواصلكم. استمروا في متابعة هذه الحلقات في هذا الوقت بعد صلاة العصر مباشرة، واستمروا في تواصلكم عبر موقع قناة الرحمة وصفحة التواصل الاجتماعي لقناة الرحمة على الفيسبوك، وصفحة المدرسة الربانية الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي. إخواني، تعالوا في هذه الحلقة والتي هي بعنوان مبادئ في علم التزكية، وأشرف بأن يكون شريكي في هذه الحلقة وسيدي وحبيبي في الله فضيلة الشيخ عادل فريد. مرحبا سيدنا الكريم، حياك الله. طيب، أهلا بك شيخنا الحبيب. إخواني، تأملوا معي وتدبروا 11 يمينا، 11 قسما في كتاب الله متتالية، لم يتكرر مثلها في كتاب الله. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، والشمس وضحاها. عد معي، أحصي معي، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. 11 قسما متتالية، ما جواب القسم؟ ما جواب هذه الأيمان الكثيرة؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. الله جل جلاله يقسم 11 مرة أنه لن يفلح إلا من يلزم التزكية. وقد خاب من دساها، وإنني أذكر ذلك الأعرابي الذي لما سمع يمين الله جل جلاله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال الأعرابي: من الذي أغضب الجبار لكي يقسم؟ من الذي أغضب الجبار لكي يقسم هذا اليمين الواحد؟ فكيف بهذه الأيمان المتتالية الكثيرة؟ إن التزكية شأن عظيم، أقسم الله جل جلاله على فلاح أهله، وامتن الله جل جلاله برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها تتضمن التزكية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهنا بعد هذا التشويق، أو بعد هذه الحالة من الاندهاش من أيمان الله جل جلاله على فلاح صاحب التزكية، تعالوا نصغي لشيخنا الشيخ عادل وهو يعلمنا ما التزكية، ما هذه التزكية التي أقسم الله تبارك وتعالى على فلاح صاحبها، وامتن سبحانه وتعالى برسالة رسوله أنها تتضمن التزكية. شيخنا الشيخ عادل، أخبرنا سيدنا، ما التزكية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، التزكية لغة كما ذكر ذلك الراغب هي الطهارة والنماء، لغة الطهارة والنماء. والطهر والنماء مستقى من قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، هذا في اللغة. أما اصطلاحا ففي المصطلح تطهير النفس من أضران الشرك والفجور والأخلاق الرديئة والسيئة، ثم تنميتها بالطاعة بالتوحيد أولا. نعم، بتوحيد الله عز وجل، ثم الإقبال على طاعة الله عز وجل والمداومة على الطاعة والعبادة لزيادة الإيمان والتقوى. فإذا طهرت النفس، نعم، طهرت من الشرك، ثم ربت وزكت وطهرت ونمت
بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل وبالطاعة والثبات على طاعة الله عز وجل، استحقت هذه النفس أن توصف بالأوصاف المحمودة في الدنيا وأن تنعم بالأجر والمثوبة في الآخرة، فلها السعادة في الدارين بالتزكية. وتعجب أن التزكية ورد ذكرها في القرآن في نحو 29 موضعا من القرآن، بينما وردت الزكاة في القرآن في نحو 32 موضعا، وما ذلك إلا لعظمة التزكية وجلال مكانتها. ويبقى السؤال، هل التزكية من أصول علم السلف؟ هل التزكية هي رقائق وكلام يرقق القلب يطرح على العوام فحسب، أم أن التزكية أيضا يحتاجها العلماء والدعاء والوعاظ؟ أرجو أن تبين هذا الأمر، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. إذا كان السلف الصالح هؤلاء هم القرون الثلاثة الأولى، ففضلت الشيخ يسأل هل التزكية من منهج السلف، من أصول منهج السلف، أم أنه علم محدث؟ قد جاءتك الآية في كلام الله جل جلاله: قد أفلح من زكاها. الذي أمر بالتزكية هو الله جل جلاله، فالتزكية ضاربة في عمق منهج السلف. أهل السلف، السلف الصالح، القرون الثلاثة الأولى، المنهج السلفي، منهج الفرقة الناجية، هو منهج أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وتفترق أمتي على 70 شعبة، كلها في النار إلا واحدة، الجنة يدخلها أهل هذا المنهج وأهل هذا السبيل، والجنة حصر على من تزكى. قال الله جل جلاله: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وإذا كان السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف ترى تزكية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ كيف ترى التزكية في حال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم من المعلم الأول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إذا اصطف في محرابه فهو الأسيف الذي لا يسمع الناس القرآن من شدة بكائه. عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يتجاوز في طلب العلم الخمس آيات حتى يعمل بهن، ثم ينتقل للخمسة التي تليها. فالتزكية كانت من أصول منهج السلف، ولهذا لم يزل علماء السلف وهم ينظرون للعقائد ويسطرون متون العقيدة، لم يزل هؤلاء يكتبون في مضمون العقائد بنودا من شأن التزكية. فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن القدر يقول: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، فألمح إلى التزكية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن ذلك وسطر فيه أكثر، فقال في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وغيره من المشايخ وأهل العلم وهم يسطرون للعقيدة كانوا يجعلون في ثنايا ذلك النص على التزكية والانتفاع بالعلم. نرجو أن نكون قد فهمنا ما هي التزكية ومضمونها، وبقي أن نسأل فضيلة الشيخ عن مزيد من شرف التزكية وفضلها وثمرتها. أقول بالله التوفيق، لو لم يكن في التزكية إلا أن الله عز وجل هو الذي يزكي لكفى. الله. إن الله يزكي من يشاء، فالذي يزكي هو الله عز وجل. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وما فعل ذلك جل وعلا إلا لتزكية الناس، بتطهير قلوبهم من الشرك والكفر والفجور، بتطهير القلوب وإقبال القلوب على الطاعة. انظر، وأول من جاء يدعو إلى التزكية الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل ليزكي أباه وقومه، والله عز وجل يذكر ذلك لنا فيقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي
إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. لذلك من أصول التزكية العلم أولا. فقال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فدعا الخليل إبراهيم أباه وقومه إلى التزكية، إلى التطهر من الشرك والكفر، وإلى التنمية النفس وتزكيتها بالتوحيد، فأبوا وردوا عليه دعوته. قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليكم، قال سلام عليك، لم ينله منه إلا السلام. ثم توجه الخليل إبراهيم إلى ربه جل وعلا ليدعو الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو واسطة التزكية بين الله وخلقه في هديه صلى الله عليه وسلم وفي سنته، فالتزكية هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يبين قدر القلب ومكانته، فيقول: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيلفت نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطورة القلب وأهميته، وأنا أقول: كنزك الذي بين جنبيك هو قلبك، فانظر الله. أين كنزك وتدبر حاله، فإنه محل التزكية الله. فالقلب هو محل التزكية، وما طلبت التزكية، وما أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب إلا لتطهير القلوب من الشرك والكفر، وإلا بتنمية القلوب بالإيمان وبالتقوى وبزيادة العمل الصالح والإقبال على الله عز وجل. ولا أنسى الله عز وجل وهو يذكر لنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. والزكاة هنا هي التزكية، تطهير القلب من الذنوب والمعاصي والشرك والكفر، وتنمية القلب وتطهيره بزيادة الإيمان والتقوى والإقبال على الله عز وجل. ثم أختم فأقول: وهذا كليم الله موسى النبي الوجيه الذي قال الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل ما يبدأ به لفرعون؟ فقل هل لك إلى أن تزكى؟ فهل لك إلى أن تزكى، أن تزكي نفسك وتطهرها من الشرك والكفر؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فقدم التزكية على الهداية، فإن القلب إذا طهر بدأ يستقبل الهداية. لذلك أعود فأسأل الشيخ عمرو، أقول: هل التزكية أولا أم طلب العلم؟ نعم، جزاكم الخير الشيخ. جزاك يا أخي، بارك الله. وأنا أريد أن أسألك: هل لك إلى أن تزكى؟ أنت معانا، أنت عرفت يعني إيه التزكية؟ أنت عرفت التزكية اللي إحنا جايين نتكلم عليها النهاردة؟ إحنا في مدرسة الربانية، أنت هتمتحن في المدرسة. تدري ما السؤال في مدرسة الربانية؟ السؤال، الامتحان في مدرسة الربانية أن يقال لك: كيف حال قلبك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ هذا هو الامتحان. فهمت التزكية اللي احنا جايين نتكلم عنها؟ التزكية هي العمل بالعلم، التزكية هي ثمرة العلم، التزكية أن تعبد الله فتبدو عليك الثمرة، التزكية أن تصلي فتجد أثر الصلاة، التزكية أن تتصدق فتتأثر بالصدقة، التزكية أن تتعلم فتجد الخشية. هذه هي التزكية التي نتكلم عنها. هذه هي قصة هذا العلم الذي ستدور حوله حلقات فرع التزكية في مدرسة الربانية. والسؤال الذي يسأل عنه فضيلة الشيخ: العلم أولا أم التزكية؟ وأقول باختصار شديد وسرعة وتركيز: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. إذن هناك حالة لابد أن تسبق طلب العلم، وهي حالة نية العمل بالعلم ونية الإخلاص لله جل جلاله في طلب العلم، وإلا
فكما ذكر ربنا جل جلاله في كتابه الحكيم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لابد أن يقع العلم على قلب مخبت، على قلب طاهر، إنه المحل الذي لابد من إصلاحه ليتلقى الرسالة ثم لينشرها. وهنا نقول أن حتى هذه التزكية لابد أن تكون بعلم. بواب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله جل جلاله، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلابد أن تكون هذه التزكية نفسها من غير ابتداع، وإنما باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تتعلم وتحصل على بقية هذه العلوم، ثم تسير التزكية بجوار بقية فروع العلم. كما ترى في هذه المدرسة، التزكية فرع من فروع المدرسة وليست هي كل شيء. ثم أنتقل إلى شيخنا الحبيب، ونقول قبل أن نختم الحلقة التي بقي فيها 5 دقائق: شيخنا الحبيب، زدنا، التزكية لماذا؟ نعم، التزكية لماذا؟ أقول أخي الحبيب، لو لم يكن في التزكية إلا قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. وهل بعد الفلاح ثمرة؟ إنه الفلاح في الدنيا والآخرة. قد أفلح، أفلح في الدنيا وأفلح في الآخرة. قال ربنا جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهل يسلم القلب إلا من التزكية؟ وهل ثمرة التزكية إلا سلامة القلب وطهره ونقاؤه من الشرك وأدرانه وإقباله على الطاعة؟ لو لم يكن في التزكية إلا ثمرة الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة لكفى. ثم ثمرة التزكية أيضا السعادة، سكينة القلب واطمئنان القلب بسكونه إلى الرب جل وعلا، بإقبال العبد إلى ربه جل وعلا، بشعور العبد بمعية الله جل جلاله، بشعور العبد أن الله معه. إن الله عز وجل يحب أهل الطاعة، يحب الطائعين. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ماذا تريد بعد ذلك؟ أن يحبك الله. بعد هذه الثمرة، ثمرة لك الفلاح في الدنيا ولك الفلاح في الآخرة، وذلك ثمرة التزكية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولن يسلم القلب إلا إذا سلم من الشرك، وسلم من الشهوة، وسلم من اتباع الهوى، ولن يكون ذلك أبدا إلا بالتزكية. جزاك الله خير شيخنا، فتح الله عليك. إخواني، قد بان لكم شأن التزكية، وقد وضعنا معا في هذه الدقائق القليلة مبادئ التزكية. في ثنايا هذا الكلام علمنا الحد والموضوع والثمرة والنسبة والفضل والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشرع. بقي أن نذكر حكم الشرع في التزكية. ترى هذه التزكية ما حكمها؟ في الأحكام 5، أهي واجبة أم مستحبة؟ الأحكام 5: الوجوب والاستحباب والجواز والكراهة والتحريم. ما يكون شأن التزكية وماذا يكون حكمها إذا كان رب العزة جل جلاله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ إنها واجبة، واجبة على كل مسلم في الجملة، لقول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم إن التزكية على التفصيل تكون باعتبارها تخلية وتحلية كما بين الشيخ، تكون واجبة في التخلي عن المحرمات والتحلي بالواجبات، وتكون مستحبة في التخلي عن المكروهات والتحلي بالمستحبات. إخواني، هذه حلقات التزكية تأتيكم في مدرسة الربانية كل يوم خميس، فحرصوا على متابعتها، وتفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للمدرسة الربانية على موقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحة قناة الرحمة على موقع التواصل الاجتماعي. أيضا راسلونا بتلخيص الحلقات وتفريغ الحلقات، أرسلوا أسئلتكم واستفساراتكم عما سمعتم في المدرسة. أيضا لتصلكم مدرسة الربانية على الأرض في مساجدكم وجوامعكم، تواصلوا معنا بإذن الله عز وجل لتأتيكم مدرسة الربانية. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الربانيين.
وأسأل الله جل جلاله كما فرحتم بهذه المدرسة أن يحقق بنا فوق ما تأملون، وأن يغرس بنا فوق ما ترجون، وأن ينفع بنا أكثر مما تطلبون. ثم الشكر موصول مرة أخرى لفريق قناة الرحمة على جهدهم وصبرهم، وأسأل الله جل جلاله أن ينفع بنا أجمعين. شكرا لك فضيلة الشيخ الفاضل عادل فريد، جزاك الله خيرا ونفع الله المسلمين بك. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم مع شيخين آخرين يكملان ذات المنهج في المدرسة الربانية في فرع التزكية، وهكذا يتغير أمام هذه الشاشة المشايخ ويبقى المنهج واحد في مدرسة الربانية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم زادك دوما